تراجعت وكالة بلومبرغ العالمية وقامت بسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة للوكالة على فيسبوك، معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرغ. وصرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن هذا التراجع وتصحيح قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع مسبوكات حديد الزهرة التابع لمجموعة تشين تشينغ الصينية باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار، ذلك في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة. المصنع يستهدف إنتاج مواسير ضغط عالي من الزهر المرن بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 240 ألف طن، ذلك على مساحة 270 ألف متر مربع. أكد بيان لجهاز الإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة ارتفع في الضفة الغربية إلى 32% في الربع الرابع من عام 2023، ذلك بالمقارنة مع 13% في الربع الثالث من ذات العام. وأضاف الجهاز أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 317,000 في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع حوالي 129,000 في الربع الثالث من عام 2023. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعدما عززت محادثات هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الأمال في إعلان وقف لإطلاق النار رغم استمرار الهجمات على البحر الأحمر، فيما يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 3% إلى 88.67 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 82.93 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 99% لتصل إلى 2.52 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 12,000 طن و38 في الربع الأول من عام 2024، مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016 بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة. وأتى الطلب على الملاذ الآمن مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهر مارس وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأوقية. توصلت دول مجموعة السبع خلال اجتماعها في إيطاليا إلى الاتفاق على التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من دون احتجاز الكربون بحلول العام 2035. وتمثل دول مجموعة السبع مجتمعة 38% من الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولة عن 21% من انبعاثات الغاز الدفينة، ذلك وفقا لأرقام عام 2021 الصادرة عن معهد تحليل المناخ.
أظهر إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو انتعاشا واضحا خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع بنسبة تقدر ب 0.3% مقارنة مع الفصل السابق. كان إجمالي الناتج الداخلي قد تراجع بنسبة 0.1% في الفصلين السابقين في منطقة اليورو، مسجلا انكماشا في الفصل الثاني من عام 2023 بحسب الأرقام التي كشف عنها المعهد الأوروبي للإحصاء.